وقت الساعة 7 المخرج بعد شوية بيوصل. انت هي جالسة تسوي هنا؟ ايش بعد؟ ايش شفناه سوي؟ جالس ادق؟ ايش الدق؟ العامل اللي مخبرني عنه. لا حول الله، وفي هالوقت؟ عايل متى؟ اقول لك المخرج بعد شوية راح يوصل. ها؟ وارجوك ارجوك لم اغراضك وتعال بكرة الصباح اشتغل. ها؟ بكرة الصباح؟ ها؟ ايوه. والله انت ما تعرف ان بكرة الصباح نكون في الدوام. ابوي كلنا عندنا دوامات، لكن ارجوك الحين خلصني بسرعة. يلا. لا 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 لا، اول اللي اعرف منك ايش تريد تسوي هني؟ يا ولد الحلال، نحن هنا عند مسرحية وبعد شوية راح نشتغل فيها. انت معاهم في المسرحية؟ والله انا معاهم مثل ما تقول، يعني مساعد مخرج. وممثل؟ امثل بعض الاحيان. ها. خلينا نشوف دورك. يلا برويك. هبط الليل، الظلمة تسحف، تعشش في شوارع المدينة العتيقة. أنا البائع المتجول. ليمون، ليمون، من يشتري ليمونا حامضا طعمه محرقا كالنار؟ من؟ ها؟ برتقال، برتقال. هي أنت أيها الرجل، أتشتري برتقالا؟ من يشتري برتقالا دمويا بلون شفاه العذارى؟ من؟ حلو بصراحة. يعني خليتني أعيش الدور. عموما بعد شوية ترى المخرج راح يوصل وراح نشتغل على مسرحية لعبة الأدوار. إبراهيم أنت موجود هنا؟ خليت حد ينام؟ قاعد صرخ ليمونة خضر عقموه ليمون برتقالي برتقال. افتح مو فاتح مع صار أنت. حياك حياك حياك. لحظة لحظة، تعال أقول لك. نعم أستاذ. المخرج إيش يقول لك؟ ولد عمي من كذاك اليمين هالغواز، قبضوا الغوازي. وانت؟ ها؟ ويقول لك المخرج بعد؟ انا ما يقول لي ابدا. احسنت، بس سعيد يعني صديقي بعد. يلا استعداد بنبتدي. المخرج وصل. وكم بنينا؟ ذكرتني وكم بنينا. الله الله، وكم بنينا وكم بنينا. ابراهيم عيد عيد عيد، اريدها بالاسلوب البرختي. ما يعني وكم بنينا قلعه الحزم والميراني ابراهيم يا اخي انت تعرف ان المسرح الجديد مسرح ما بعد الحداثه، التكوينات البروغرافيه للمسرح والحركة السينوغرافية لما تيجي وتعرف انه يعني مدارس كثيرة ظهرت. المدرسة السريالية، المدرسة الشمولية. انت ما تعرف مع من جالس تشتغل يا ابراهيم؟ لا. مع حفيد شكسبير. من؟ حفيد شكسبير. انت يلا يلا توصل الى شوبير. سعيد. نعم استاذ. تعال. من متاخر؟ استاذي المتاخر كالعاده شيخه. الفنانه النجمه الاستعراضيه الغنائيه السينمائيه. ايه سجل. نعم استاذ. 10 دقائق تاخير على الفنانه لان سجل سجل 30% تأخير على الفنانة، لأني بصراحة أنا يعني كل واحد لازم أوقفه من حده، لازم أخصم من أجرها في هذه المسرحية. لحظة إبراهيم لحظة، لأن كل واحد لازم يلتزم. خصم أبوي خصم. أنا وصلت لكن سمعت كأنه في حد يريد يخصم على الفنانة الشيخة 30% من أجري. أنا
أنا أختم على ذا. أهي المربوطة المربوطة. أنا افتكرتك يعني بتخصم علي. لا 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 حياتي فنانتي ليش دائما تخليني انتظرش على النار؟ هو المستذي علي استاذ مو على كيفي المشكلة وما فيها تعرف يعني زحمة الشارع وال أيوة تذكرت إطار سيارتي مفش. الإطار منفش قديمة دوري غيرها. ليش؟ عمركم ما سمعتوا واحدة إطار سيارتها ينفش؟ سمعت أنت؟ لا. وبعدين أنتوا لسه ما بديتوا في العرض ودوري أنا في هالمسرحية في النص، يعني باختصار شديد دوري ما وصل. السعيد لو سمحت اتفضل أغراضي. تعب حر. سعيد؟ نعم أستاذ. اليوم إيش نشتغل سعيد؟ أستاذ اليوم راح نشتغل على مسرحية لعبة الأدوار. أيوة أريد الفصل الثاني من الفصل الأول في نهاية الحبكة الدرامية، لأن بصراحة النص اللي عندي فالشخصيات اللي ما سعيد إن شاء الله. أستاذ على من الدور اليوم؟ اليوم الله يسلمك المشهد الأول الدور على شيخة. نعم؟ لا 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 اسمح لي اسمح لي أستاذي راجع حساباتك عدل، أنا في هالدور بالذات ما عندي شيء. إبراهيم يا أخي إذا ما عليك المشهد يا أخي ليش تجي؟ فنانتي سعيد. نعم صاد. أريد تجهز لي الفصل الأول من بداية المشهد الثاني. إن شاء الله. جهز الديكور. إن شاء الله. جهز. يلا يا ممثلين نجهز. أريد على خشبة المسرح تنقسم إلى نصفين، النصف اللي على اليمين حجرة والنصف اللي على اليسار غرفة. كيف غرفة وغرفة وحجرة يعني كيف؟ المهم أريد على هذه الزاوية مزهرية كبيرة، أريد أيضا على أيوة أريد كنبة. لو سمحت كنبة كبيرة لو سمحت بسرعة. لحظة شوي لحظة شوي. يا أخي قلت لك كنبة. اعتبرها كنبة. اعتبرها كنبة. اريد ايضا مكتبة كتب على الخلف. لو سمحت. ولا ننسى اريد بوابة على الايد اليمين. المخرج الرئيسي اريده على اليسار. لو سمحت. تفضلي. لا تقول لي انا مع الخشبة، يكفيني بس اجلس على الكرسي. ان شاء الله يا فنانة. سعيد. لحظة يا استاذ شوي. تفضلي. اوكي. تفضل يا ابراهيم. اعطيني ما اسوي التكوين الاولاني سيد التكوين الاولاني اعطيني. شب عليها بس بس شب عليها شب عليها. ايوه شب علي لاني ميتة من الحر. التكوين صار جاهز. سعيد شب انت ابراهيم غلط في التكوين. من اللي قالك سوي هذا التكوين؟ انت ما تعرف اني راح اغير التكوين. تفضلي يا استاذ الشيخة. اوف بصراحة انتم متعبين. معلش تفضل استاذ ابراهيم. شبي عليه شبي. لا شيمة ما راح اشب، اشب على روحي. انا نقيب. معليش هذا هو التكوين الصحيح. ايوه ايوه وابدأ انزل الزينوغرافيا من هنا واللون الاصفر من هنا واللون البرونزي من هنا وانزل. وانزل موسيقى، عندي موسيقى وابدا اسوي. يا استاذ سعيد يا اخي قلت لك الف مره لما ينزل علي الالهام الحسي وينزل علي المسرح الاغريقي والمسرح اليوناني ما اريد تلعب في افكاري. طيب يا استاذ لا تصارخ انا ما سويت شيء اصلا، بس في ناس جايين يسالوا عنك بس. نعم انتم من وين تريدوا؟ عفوا استاذ بس احنا اسفين على المقاطعه، احنا ندور على مؤلف. من هذا المؤلف؟ هي مؤلف يا استاذ ما مشكله. ابراهيم. نعم نعم نعم. شوف مؤلف عندك. مؤلف؟ ايه شوف المخابئ. مؤلف احمر ولا ازرق؟ لو يكون استرت كوازي. ايوه يمكن في السيارة استاذ. في السيارة. انا عرفت وين. وين يمكن في الاطار المنفاش.
اسمع يا استاذ، نحن ما عندنا اي مؤلف لان ما جالسين نشتغل على مسرحيه جديده. هذا احسن بعد، يمكن تكون مسرحيتك الجديدة. سمعوا سمعوا، سمعتوا وقالت سمعت يمكن تكون مسرحيتك الجديدة. يعني باختصار احنا في الشارع. خلاص خلاص اسفين، يعني طالما ما في مؤلف ها اللي إذا بغيت تكون انت المؤلف. اقول الجماعة جايين يستهزئوا فينا ترى. لا يا استاذ عفوا، ليش تقول كذا؟ بالعكس نحن جايين ونحمل في انفسنا مأساة رهيبة، ويمكن يكون مصدر ثرائك. لو سمحتوا ممكن تتكرموا وتطلعوا برا المسرح. ولكنك تعرف زين يا استاذ ان الحياه مليئه بمساخر ما تنتهي، مليئه باشياء تبلغ من السخريه حد ما تصبح معه في حاجه الى التستر في ثياب الحقيقه، لان اصلا هي الحقيقه نفسها. صحيح. انت ايش اللي جالس تقول يا اخي؟ لو سمحت سيد طلعهم برا. اقول ان الجنون بعينه هو ان نحاول نفتعل العكس، اقصد ان نخلق مما له جميع مظاهر الحقيقه شيء يشبه الحقيقه. وهنا لازم انبهك لنقطه مهمه يا استاذ، وهو ان اذا كان هذا الجنون بعينه فهو السبب في وجود مهنتك هذه. ايش؟ جنون؟ صحيح؟ نعم. وهل تعتقد ان مهنتنا هذه هي مهنه مجانين؟ نعم. ايش؟ إذا كنت تحاول تظهر الشيء الغير حقيقي على أنه حقيقة فقط لمجرد التسلية، ما عملك أنك تعطي الحياة لشخصيات وهمية خيالية. أريدك تتأكد يا أستاذ أن مهنة الممثل هي مهنة عظيمة، لكن للأسف في بعض هذه الأيام بعض من الجمهور يهزى فينا في الشارع، وهذا يدل على عدم وعي الجمهور للمجهود الذي بذله الممثل. وأريدك تتأكد يا أستاذ ان الممثل يحمل في داخله رساله انسانيه وساميه، وان قدمنا على خشبه هذا المسرح اعمال عظيمه وخالده. ايوه استاذ احلى، اشريك انك سكتته. الله عليك الله عليك. اسكت. تشرف تشرف. لكن ايش اللي تريدون تسدد من هذا الكلام؟ حقيقه انا يحزنني ويزعلني ويحز في نفسي انكم جالسين تضحكوا مننا، لان جايين واكررها للمره الثانيه نحمل في انفسنا مأساة رهيبة مؤلمة، وتقدروا تستدلوا عليها من خلال هذه الفتاة. يلا اموت على هذه الفتاة. يلا. لا اله الا الله. انتم ما تصدقوا نفسكم تشوفوا بنت جديدة في المسرح تقوموا تتغزلوا فيها. ابراهيم. تسعة تسعة بس ماشي رصيد. طيب وين نص المسرحية؟ عفوا يا استاذ. نحن يعني نحن جايين وقلت لك نحمل في انفسنا مأساة رهيبة مؤلمة. سيد لو سمحت طلعهم برا، ما عندنا وقت نضيع معاهم. سلسل. انا استغرب لعدم ثقتكم فينا، يمكن يكون السبب عدم وجود نص مسرحي يحتوينا، ها؟ او يمكن يكون السبب انكم اول مرة تشوفوا شخصيات تقابل بعضها وجه لوجه، يمكن هذا هو السبب. صدقني يا استاذ نحن بالفعل شخصيات، شخصيات مسلية للغاية. هذا أكيد. أحب أقولك يا أستاذ أن المؤلف اللي خلقنا كائنات حية ما قدر أنه يحطنا في عالم الفن فعلا، وهذا جرم بالغ. هذا اللي قدر أنه يولد شخصية روائية حية، قدر أنه يهزى حتى من الموت. الإنسان يموت ويموت معاه المؤلف وهو أداة الخلق، ولكن الشخصيات تبقى حية إلى الأبد، وما عليها أن تكون ذات مواهب خارقة أو حتى أن تأتي بمعجزات. من كان هاملت؟ توبي او ما توبي، هذه هي مشكلتي. ومن كان عطيل؟ اخرجوني من هذا السجن اللعين. ومع هذا فهما شخصيات حية تبقى الى الابد، بذور حصلت الفرصة عشان تنمو في منبت خصب خيال، عرف كيف يغذيها وينميها ويبعث فيها الحياة الى الابد. كل هذا كلام جميل، كلام في غاية الروعة، لكن ايش اللي تريدون منا؟ نريد نعيش. إلى الأبد؟ لا يا أستاذ، نريد نعيش لحظة واحدة، نعيش فيكم. سمعت أمه قال أول ما نعيش فينا. أما أنا بصراحة لا يمكن أرضى على هالمهزلة. أما أنا ما عندي مانع،
ولا عندي أي اعتراض إذا كانت هذه الحلوة بس من نصيبي. تخمينة لونك طاشة رادار. يا أخوان قلناكم عندنا مأساة، نحن المأساة وفينا تستعر العاطفة. عاطفتي أنا؟ آه لو تعرفون أيها الأعزاء بعاطفتي أنا، عاطفتي نحوة. لو سمحتي جلس مكانك ولا تتصرفي بهذا التصرف. لا أستطيع، لا أستطيع. إذن فلتسمعوا أيها الأعزاء، لا بل يجب عليكم أن تشاهدوني كيف أمثل. مثلي باه. خذي راحتش، ترى اليوم جالسين فاضيين، ما ورانا شيء. احنا يخالجني احساس تحترق الكلمات منه، يدوب داخلي الما حزنا لا اعلم، ربما حسره. لماذا ما زالت العثرات تلاحقني والاوهام تحيطني من كل جانب؟ لا اعلم لماذا ما زلت محبوسة في زنزانة الوحدة والتفكير. إلى متى أحبس نفسي بين أوراق دفاتري؟ محبوسة؟ أنا بدفع الكفالة، أنا بدفع الكفالة وأطلعش. أنا ببنيرش قصور من كتب وقلاع من دفاتر. هذا أنا الفنان إبراهيم. فنان إبراهيم. تطبيق تطبيق. المشهد كان يحمل إحساس في عذوبة الحوار، في سلاسة الكلمات. ما شاء الله إبراهيم أنت كذا. تصفيق. أيوة عجبتني إبراهيم، عجبتني عجبتني. أنت نجم نجم نجم. هين هذا الإحساس وهذا المشاعر عن خشبة المسرح؟ هذا طبعا نتيجة تصرفات هذا. وانت ايش تعرف عني؟ ايش تعرف عن طباعي؟ واصلا من متى بديت تهتم فيني؟ بسيطة ما مشكلة، ولكن هذا ما تصرف منك، ما تصرف غريب منك بالنسبة لي ولأختك، أختك اللي حاولت تحرمها من هوايتها. شوف عليها يا أستاذ، شوف. حياتي. الله الله على هذا المشهد الحلو. الله يا سلام، شفت الدمعة طالعة من مخرتها كيف؟ يلا لفوات شحمة. تخلينا لو مرة واحدة نشوف كيف هم يعبروا. ايش تشوف؟ الحين هذيلا هم اللي بدون الأدوار. أنا بديه؟ لا أنت. الله ايش تبغى؟ سكوت. أنتوا ايش في سوق؟ أنا ألمح بوادر مسرحية رائعة، بالذات مثل شخصيته طبعاً. يا الله يا النجمة. نعم إنها جديدة للغاية. نعم جديدة جداً. ومع هذا ما شاء الله عندكم المقدرة عشان تجيوا لهنا وتعرضوا فكرتكم بهذه الطريقة؟ أنت تأكدت يا أستاذ الآن أننا ولدنا للمسرح؟ أها. هل أنتم ممثلين هواة؟ لا يا أستاذ، قلت لك إنه ولدنا للمسرح. أكيد عندكم خبرة طويلة في هذا المجال. لا يا أستاذ، أقول لك أنا أمثل مثل ما يجب أن يمثل أي إنسان دوره اللي فرض عليه الآخرون، أو بمعنى آخر الدور اللي فرض عليه الآخرون في هذه الحياة. وبعدين بتشوف العاطفة اللي تندفع من تلقاء نفسها إلى شيء مسرحي بمجرد اندفاعها. ولكنك تبحث يا عزيزي عن مؤلف. تباغي مؤلف يا اخي، واجدين مؤلفين هنا عندنا يا اخي، عندنا اول. لا 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 يا استاذ، لا يا استاذ ارجوك خلي هذا الشخص هو انت. ايش انا اكون المؤلف؟ نعم انت، وليش لا؟ لكن يا اخي
في حياتي عمري ما سويتها. يا اخي ليش ما تقرب؟ كثيرين يسويوها وانت ما ينقص شيء 200 ما شاء الله. لكن نحن بحاجه لمن يكتب المسرحيه. انت اللي تكتبها وسوي شيء واحد، خلي الشباب يسجلوها في اثناء ما نحن نأديها مشهد ورا مشهد. يكفي انك تكتب عليها مسوده. ها؟ انت تغريني. تغريني ويمكن التجربه تحقق الحلم وبتشوف المشاهد تجي مشهد ورا مشهد. تعال 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 نتكلم في الطاوله. تعال تعال تفضلوا 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 تفضلوا. ايوه صح 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 صح. اقول لكم نجومي، ممكن تاخذوا استراحه يا ثلث ساعه يا 20 دقيقه. كيف بعد تستوي 20 ساعه 20 دقيقه ولا ثلث ساعه؟ كيف يعني؟ انا مو ذنبي يوم اثنين شحوله. ابراهيم عندك ولاعه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخي ما تعرف ان التدخين ممنوع في الاماكن المغلقه؟ زين يعني ايش اسوي يعني؟ ممكن تشرب شاي احمر؟ لا اصفر. كرك يعني تندررارا تندن. الحين انتوا راضين؟ راضين على حزب الخلق؟ هو يشتغل مخرج ولا النهار يشخط فينا؟ بعد ما مصدق نفسه يروح يشتغل مؤلف. عاد تكلمي ولد عمه هذا. ولد عمه ولد خاله. بس سمعته يوم هذا قال انت تصير المؤلف. سمعته مو قال؟ ما انا طبق مكانه. ما كل شيء بيسوي مخرج انا؟ باغي يستوي مؤلف. أين يقع سيح الراسيات؟ 1 مرباط، 2 سمايل، 3 فنجان. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. نورس 90937، عمان موبايل فريندي هلفوني 90286. We'll be right back.
الله درايش أربعة أها درايش الزمن ما تغير بس أهل الزمن ولعب تغيرين رحمتك رحمتك يا رحمتك يا عبيد إيش اللي فيه جمرة جمرة ما قادر مسكة جمرة صحة ألا ما فئتي انت سحة شكل فيه كوف أنت ألا فئتي سحة يا رب يعني صحة أكثر من كده لا لا شيخو راجف عيوب رفعك الصرف بتختمني إيش شادة معك فيها أبطك المشاري من وين طلعت انتو العداله مش هتجدد وزارتي في درايش أربعة درايش أربعة سمعوني أوقفوا في هذا الجانب أيوة سيد جهز لي هذا الديكور تمام استاذ طيب شوفوا جماعة لحظة أوزع عليكم بس لو سمحت استاذ يعني لحظة ما بضطر إلا الارتجال مو سوي ولا شيء راقبوا ايش اللي بيصير وهم اللي بينفذوا التجربه لحظه استاذ كيف تقول انها تجربه هي تجربه لهم ايوه كيف تجربه لهم وعندك الحسن حظ الشخصيات بدمها ولحمها يا حبيبي هنا الممثلين هم اللي يقوموا بالادوار اما الادوار فتبقى في النص المسرحي موجوده هنا وما دام ما في هناك نص مسرحي مكتوب وعندك الحسن الحظ الشخصيات بدمها ولحمها انت ابوي بقى تسوي كل شيء وحدك انت باغي تالف وباغي تمثل وباغي تخرج وباغي تكون الجمهور نريد نظهر مثل ما نحن فقط لا غير اكد لك انك بتقوم بدور رائع زين نحن الممثلين مو يصير احنا خلاص الظهر يمكن نطلع على الشارع اكد لكم انهم ما بيعرفوا يمثلوا طمنتنا شوف كيف يضحكوا شوف علي يمثلوا معي انا يمثلوا معي ما يعرفوا يمثلوا والحين نرجع للموضوع ابراهيم نعم. انت دور الابن بدينا بالغلط ايوه دور الابن تو مكتوب هنا الاب وانت تعطيني دور الابن ايوه صح غلط دور الشيخه حول العقبه انت دور ابنة الزوجه لحظه استاذ ها ويش الحين استاذ ايش قاعد تقول الحين شيخه تمثلني يعني ايش اللي ضحك؟ ما اشوف شيء ضحك انا اللي صار لي 12 سنة في هالمسرح اللي ما في يوم حتى قرر انه يقول لي كلمة تجي اخذتها انت تضحكين علي؟ سامحينا الفنانة قوليت والله قوليت لها مكانة الفنية وانا لي مكانتي الفنية وانت يا استاذ يا مخرج اذا انت مو مقتنع فيني كفنانة ليش من اساسا جبتني معاك امثل في المسرحيه انا اسف ما كنت اقصد اضحك عليك اكسب الليها واشرب الماها حبيبتي لو سمحتي يا نص ممثله لو سمحتي لازم تحترمي الفنانه اللي تقوم بدورك انا اقوم بدور هذه انا اسفه استاذ ما كنت اقصد اضحك عليها بس اللي اشوف ان الشيخه ابدا ما تشبهني اكيد حبيبتي ما نتشابه في فرق بينها وها عفوا استاذ عفوا استاذ تفضل الحين خليكم من هذا كله ايوه تفضل الحين مع احترامي للمحترم هذا بتخلي هذا دور الاب يمثلني انت ما شايف الفرق اللي بيني وبينه يعني مع احترامي لك يعني انت مخرج وكلك نظر فتخيل ان ممكن الاخ يمثلني انا انت من الحين قاس تفكر في كلام النقاد طبعا اول خليني انا افهم المسرحيه واخرجها وبعدين يا اخي خلي النقاد يقولوا اللي يقولوه انت ما فاهم المسرحيه لا كمل
يلا بنبتدي المشهد وهم اللي يقوم بالادوار، لو سمحتوا فرغوا فرغوا. سيد سوي كيف كيف كيف؟ ما فهمت ما فهمت. هم ايوه ايوه ايوه، احنا حنشوف عليهم. انتوا تشوفوا عليهم، بس انا حاس ان ادائكم افضل واجمل. تفضلوا. روح هناك تفضلوا، اول ما تكونوا مستعدين قولوا لنا. جاهزين ان شاء الله. تفضلوا. صباح الخير. صباح النور يا بنتي. ها ما شاء الله اشوفك لابسه ومتكشخه ولابسه عباتش. على وين العزم ان شاء الله؟ اللي اعرفه ان محاضراتك في الكليه الساعه 2 الظهر. ابوي انا مشتركه في جماعه المسرح، انا خلاص حصلت اللي اريده. كنت اتمنى اشترك في جماعه ومارس هواياتي فيها، واخيرا حصلت هالجماعه. عاد وش في هذه الجماعه؟ الجماعه يا عمر عباره عن طلاب وطالبات متميزين، وثقافتهم تختلف بين الممثل والكاتب والمخرج. اشخاص مثقفين بس تلتقي فيهم تحس بشعور راقي. عشان كذا بروح الكليه من وقت في اجتماع ضروري. نعم نعم، اجتماع ضروري. سمع زين، نحن ما عندنا بنات زحمه رجال، فاهمه ولا ما فاهمه؟ يا بنتي مو بينش بين المسرح انتي، خلي المسرح وخرابيطه، خلي المسرح حال ناس اللي هم يروحوا ما لاقي لقمه عيش ويروحوا يمثلوا ويحصلوا لهم كمين ريال وما مستفيدين شيء. يا بنتي البنت بيتها اكرم لها، وخليش من المسرح وخرابيطه. حسافه ابوي، ظنيت انك بتشجعني وتفرح لانضمام الجماعه متميزه، تسعى لتوصيل رساله للمجتمع. ابوي المسرح ما مثل ما تتخيل بانه مهنه من لا مهنه، له بالعكس المسرح يحكي عن واقع ويحل مشاكل الناس، وانا هدفي واضح من انضمام الجماعه. بس اترجاك ابوي تسمح لي وتدعي لي بالتوفيق. انت دموعك عسيل قبل لا يلكف على وجهك، سيري داخل اكرم لك، ما ناقص ان احنا عوار راس بعد. انت مالك خص، تبي كل الناس مثلك كسولين 24 ساعه حواطه ومغازل، لا بعد يتكلم ويحاسب. اسمع، هذه حياتي وانا حره فيها، انا خلاص اخترت دربي. ما شاء الله ما شاء الله، الاخت تعرف تنقع. تعالي مدي ايدك ضربيني بعد. تعالي عمر، ما ناقص يصدع راس من صباح الله خير. الله بصباح الخير عنكم، صافحي اللي تتناقروا من صباح الله خير. خلينا نتفاهم معها، ولا اقول لك طلع برا. خلينا نتفاهم. انت تسمع ايش اللي تقول؟ تروح جماعه المسرح وغيره، ما تعرف الشباب باكر وايش يضروا لها ويأشروا بايدينهم، هذه بنت الفلان وهذه الممثله الفلانيه. يا ابوي هذه والله العظيم انها ما صاحيه. خليني اتفاهم معها، ومن فضلك روح داخل. يا ابوي هذه خلاص روح داخل. يا ابو خل روح داخل. سمعي يا بنتي كلام عمر صح، انت ما تخافي على سمعتك؟ ما تخافي من الشباب وكلامهم وخرابيطهم على البنات هذه الايام؟ هذيك الممثله الفلانه وهذيك البنت الفلانيه وهذيك وهذيك وهذيك. الله يرضى عليك، خليك ببيتك احسن لك. ابوي انا متاكده من الخطوه اللي اخطيها، وصدقني بنتي قويه وطموحها اقوى، وانا مهيئه نفسي لكل الصدمات، واعترف ان الناس راح تحترمني خصوصا الشباب، لان كل اللي بقدمه رسائل لهم وتفيدهم. بس اترجاك ابوي تعطيني الفرصه وتدعي لي. صدقني ما راح اخذلك، بالعكس راح ارفع اسمك واسم وطننا عالي العالي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايش اقول بعد؟ توكل على الله وربي يوفقك ويحفظك ان شاء الله. خلصتوا بيكون؟ نعم. تفضلوا تفضلوا. يلا يا نجومي. أيوة أستاذ. خليكم أحسن منهم. ها شيخة. أيوة. لبسي ملابسها. نعم 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 نعم، أنا ألبس ملابس هذه؟ لا أستاذي، أنا ألبس ملابس أرقى وأحلى وأجمل منها مليون مرة. إبراهيم ألبس ملابس الممثل. تبى تشوف الأداء؟ شوفوا الأداء كيف، شوفوا الإحساس كيف، شوفوا السريالية كيف، شوفوا ما بعد الحداثة كيف. في أشياء كثيرة لازم تنضج على هذه الخشبة. هنا المسرح، هنا أبو الفنون. جاهزين يا نجومي؟ لحظة شوي بس عشان نستعد. لحظة بس أستاذ أضبط. أيوة ضبطي ضبطي. أعتقد أبدأ من هنا صح أستاذ؟ تفضلي. صباح الخير يا بوي. صباح الخير. من انتي؟ انا بنتك يا بوي. كذا؟ ايوه. توتي
لا قال توجع حمو لابسك ذاك رايحة. أنا رايحة الكلية يا أبوي، أنا مشتركة في جماعة المسرح في الكلية، أنا خلاص 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 حصلت اللي أريده أخيرا. كنت أتمنى أشارك في جماعة وأمارس كل هواياتي فيها، وأخيرا حصلت هالجماعة. والله وش هي يعني هالجماعة؟ الجماعة عبارة عن طلاب وطالبات متميزين مواهبهم تختلف بين الممثل والكاتب والمخرج، أشخاص مثقفين بس تلتقي فيهم تحس بشعور راقي 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 راقي. نعم نعم ورحنا اجتماع ومصدقة نفسك بعد تبعيني زين ما عندنا بنات زحمة الرجال. هذا انا لا اقول ايوه هذا انا اقول ايوه هذا انا اقول انا يا 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 ابنتي 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 صح صح ايوه بس ما مسكنه ما مسكنه يبغى لها بخور اللهم سكنهم مساكنهم ان شاء الله ان شاء الله أكمل يا ابنتي المسرح لا ناسه وانتي الله غاني انك عن ابو يدوروا لقمه العيش يسيروا يمثلوا ويعطوهم ريالين ريال حال ذاك ونص ريال حال شلتي خلي عنش المسرح وخرابيطة يا بنتي. أبوي أبوي أنا ظنيت أنك بتشجعني وتفرح بانضمامي لجماعة متميزة، بالعكس هالجماعة تسعى لتوصيل الثاني بالمجتمع. المسرح يا أبوي ما مثل ما تتخيل إنه من مهنة الألهمة مهمة مهمة هي هذه هي هذه هي هذه قولي لها قولي لها المسرح يحكي عن واقع يحل مشاكل الناس وأنا هدفي واضح وصريح من انضمامي للجماعة وأترقعك ترقاك يا ابوي تعطيني هالفرصه. عدتي دموعك عدتي قبل لا يجي شيء كف فيني داخل اكرم لك وخلي عندك الخرابيط ما نغسل على الراس. انت مالك خص اوكي مالك خص انت تبي كل الناس مثلك كسولين و24 ساعه طايحين مغازله في الشوارع. انا حره وبعدين هذه حياتي وانا حره فيها وانا قررت خلاص واختر دربي. ما شاء الله الاخت الله تعرف تنقع قمنا لا حتى اي اي ايش هذا اللي قاعد تسويه؟ ايش هذا الاداء اللي قدمتوه؟ اي اداء انت الثاني؟ هذا افضل ما قدم في المسرح. هذا افضل ما قدم على المسرح؟ هذا ما بعد مسرح الحداثه. ايش دراك بالحداثه انت؟ هذا اللي يريده الجمهور. هذا اللي يريده الجمهور؟ وانا افضل مخرج في تاريخ الوطن. وانت افضل مخرج في تاريخ الوطن؟ الانجليزي. طالما هذا اللي يريده الجمهور وهذا افضل وانت افضل مخرج على الدنيا السلام. يلا تعالوا كمل المسرحية. تعالي مسري حبيبتي. أعطوني ظلام خلصت المسرحية.